استاذ مصطفى، شفت ازاي الوصول لركلات الترجيح والناس كلها حطت ايديها على قلبها؟ حارس المرمى الباراجواياني هو تقريبا اكبر سنا او من اللاعبين الكبار المتواجدين في المنتخب الاولمبي الباراجواياني. شفت ازاي ركلات الترجيح وايه اصعب اوقات المباراه من وجهه نظرك؟ بص، هو احنا محظوظين النهارده ان احنا في ليله تاريخيه للرياضه المصريه، وصول للمنتخب المصري لكره القدم للمره الاولى من 60 سنه، يمكن اخر مره كانت في طوكيو 64. ان شاء الله احنا في طريقنا. الموضوع مش صعب، هنلعب المنتخب الفرنسي المتسلح طبعا بالارض والجمهور، لكن في نفس الوقت احنا لعبنا المنتخب الاسباني بقوته وبهيمنته وقدمنا مباراه قويه قدامه. الفارق النهارده هو ميكالي، ادارته للمباراه بمنتهى الهدوء، تاخر في النتيجه، بعد كده حصل حتى ارتباك شويه من الفريق وفك، قدر يلم نفسه تاني ويحافظ على الهدوء بتغييرات اللي كانت ايجابيه النهارده. منتخب باراجواي منتخب من المنتخبات في الفئه السنيه دي مميز جدا، ويمكن اكثر منتخب البرازيلي اللي موجود دايما في دوره الالعاب الاولمبيه، ومنتخب متسلح زي ما انت قلت بحارس سنه كبير فرنانديز، ومدافع اللي هو بولوبينا اللي هو لعب في ويست هام وعنده خبرات كبيره. شايف ان ميكالي ادار مباراه بحنكه بهدوء زي ما قلت، وده اهم حاجه من سمات الشخصيه لميكالي. قدر يتعادل في الدقيقه 88 زي ما قال الاستاذ احمد، ان احنا مستنيين الهدف جاي لان احنا شغالين صح، ضيعنا كذا كوره. ركلات الترجيح بصراحه كان مميز فيها حمزه علاء، حسام عبد المجيد يحسب له الهدوء في الركله اللي كانت مهمه جدا، لان دي الركله الرابعه ودي قبل الخمسه، وانت سابق بركله، فدي كانت مهمه جدا، الحمد لله حطها بهدوء وبثقه. حسام عبد المجيد، محمد شحاته، زيزو اللي تحمل على نفسه النهارده ولعب وهو مصاب من نهايه الشوط الثاني، الشوط الاضافي كله لعبه واحنا شايفين ان هو مش قادر يمشي حتى، مش قادر يجري. بصراحه تحيه كبيره لروح اللاعبين، لهدوء ميكالي. ان شاء الله منتظرين منهم الميداليه، طموحنا عالي نلعب فاينل افريقيا، خلينا نفكر في قبل النهائي الاول ان شاء الله. ما هو احنا لما نلعب فرنسا لازم نحط عينينا ان احنا عايزين نوصل، فعندهم برضو دوافع، لو عندهم لاكازيت وماتيتا ولاعيبه كبار، وطبعا اهم حاجه الجمهور. هو مش اقوى من المنتخب الاسباني اللي احنا كسبناه، لكن اللي يفرق معاه الجمهور، سلاح اضافي الجمهور.